ملف او حتى بعد ما خلص كمان الملف ده. فانت رايك ايه؟ هو الاهلي دايما منتقد، دايما منتقد ليه بقى؟ يعني ساعه ملف عبد الله السعيد ما تساب شويه قال لك الاهلي لم يدر ملف عبد الله السعيد بشكل مبكر، فعبد الله السعيد خرج من نادي الاهلي وحصل اللي حصل معاه، طبعا الناس عارفه القصه. لكن في الرباعي المعروف اكرامي، حسام عاشور، وفتحي وليد، لا انا بالعكس في جزئيه غايبه عن اللعيبه، جزئيه انك انت لابد ان تقرا مشهدك قبل ان يقراه لك الاخرون. يعني شوف الجمله دي، لابد ان تقرا مشهدك والسيناريو الخاص بك قبل ان يقراه لك الاخرون. بمعنى يعني انا اشوف مثلا ما بلعبش، مش هضرب مثال بحد عشان ما حدش يزعل مني، على الدكه وقيل لي اني انا ماليش مكان او مكاني مش هتلعب ومالكش وجود السنه دي ولا السنه اللي بعدها واحتمال كبير ما يتجددش ليك، تمام، كل الناس عارفه الكلام ده عني وعارفه انه مش هيتجدد لي وعارفه ان انا مش هلعب في وجود فلان وعلان ومش هلعب في وجود المدير الفني ده، تمام، فعندي المشهد واضح كويس. طب المفروض انا اعمل ايه؟ اتكلم مع الاداره، لو انتوا شايفيني انا مش قادر اكمل يبقى شكرا جزيلا، انا بقى سيبوني اشوف حالي في مكان تاني، تمام، او اشوف انتوا هتعملوا معايا ايه. غرضك هنا، غرضي هنا غرضي مادي ولا غرض ان انا العب؟ لو غرضي مادي النادي هيعوضني بقى خلاص، لو غرضي ان انا العب طب ما انا ما بلعبش في النادي بتاعي، وفي نفس التوقيت انا قضيت في النادي ده 15 سنه وانا احد افضل لعبته، احد افضل الكباتن، احد افضل الاسماء في تاريخه. انا هنا وجهه نظري كعبد المنعم ممكن تكون مختلفه عن ناس كتير، وهي ايه؟ اللي هي لو الامر بالنسبه لي كان لاعب رحاله، بمعنى اني انا مثلا لعبت في النادي الاهلي 3 سنين او 4 سنين، الامر مختلف عن واحد لعب 12 سنه. يعني لعبت في النادي الاهلي 15 سنه، تمام، في حته هي اسمها حته الاخلاص، في ناس حتقول ما بوفون ساب اليوفنتوس وراح مش عارف، ما هو رجع تاني. حته الاخلاص دي لا تشترى ولا تقدر بمال، تمام، لا تشترى ولا تقدر بمال، لان خروجي من النادي بتاعي هيحرمني من حاجات كثيره جدا لا يعوضها المال، برغم ان انا ممكن اكون على حق، انا حر، انا شايف ان نفسي، كل واحد لقراره، انا شايف ان انا ممكن العب 10 سنين قدام، انا حر وبتم من نفسي ان انا اخد ملايين، وده لا يقلل من قيمه اي حد خالص طبعا. لكن انت في النهايه بتدور على حاجات تانية كتيره. طيب ما تيجي تقارن ما بين، هنقول اسم هنا بقى، شريف اكرامي. شريف اكرامي ما هو خرج زيه زي غيره، بس خرج من الباب الكبير طبعا، من باب اسمه الاحترام وعنوانه الاخلاص، انا همشي يا جماعه عشان 1 2 3 4 وادار الملف بحرفيه شديده، للدرجه اللي تخلي الاداره تقول له انت بعد ما تخلص مكانك موجود ومحفوظ، ما ينفعش نسيب كادر زيك، لكن انت شايف تفكيرك ده انا بحترم تفكيرك ده، خلص وقتك وتعالى، انما انت بتديره من زاويه واحده وجهه واحده وانا متحكم وانا اللي ادي مهلة وانا ادي قرارات، لا خلاص انت حر، انت حر. بصراحة انا لم اكن اتوقع ان الاهلي يستنى مهلة من لاعب مهما يكن هذا اللاعب. يعني لو الخطيب نفسه، كابتن الخطيب نفسه رجع الزمان مرة تانية وادى مهلة للاهلي، انا شوف الخطيب بقى، لا الاهلي لا يعطى مهله، شوف مش يعطي، لا يعطى، الاهلي يعطي مهله انما لا يعطى مهله. انا هديك 48 ساعه عشان ارد عليك، هذا الكلام لا يجوز ولا يصح ولا ما ينفع، انا بكلمك وجهه نظر، انا بقى ما ينفعش. النادي الاهلي انت 1+1=2، تجدد لا تجدد لا تجدد. حضرتك على حاجه يا استاذ عبد المنعم برضه، يعني ما هي برضه بتعتبر امور تفاوضيه، يعني انا ما عنديش ازمه، يعني دلوقتي لما عندي لعيب عايز انا عايز اجدد له عقده، او لعيب انا بشتريه من نادي تاني مثلا، يعني فبدخل معاه في مفاوضات، هو اللي عايز اتفاوض معاه، هل المفاوضات لازم تخلص يا وقتها؟ يا امير هو الاهلي محتاج مفاوضات؟ الاهلي مش محتاج مفاوضات، بس احنا برضو يا استاذ عبد المنعم في عصر احتراف بيبقى عرض وطلب، اي لعيب بيبقى ليه طلبات، ما هو ما ينفعش اقول احتراف في حاجات،
ما انا بقول لك في لا كله. لا انا بتكلم في ما ينفعش احتراف في حاجات وحاجات لا. يعني لو احتراف أه؟ انا هسيب حسام عاشور بقى براحته ما تكلمش معاه وعايز تمشي تمشي ولا عايز ما هو ده اللي الاهلي عمله ماشي. ما هو بقول ما هو انت بتدير ملف تديره بشكل متكامل. بمعنى انا واحد زائد واحد يساوي اثنين. بس هستنى اصل ايه المهله في ايه؟ المهله في ايه؟ انا سمعت بيقول لك صلاه استخاره. يعني بس صلاه استخاره دي خلي بالك الناس فاهمها غلط. صلاه استخاره دي عشان الناس تعرفها ان انا امضي في طريقي اصلي استخاره وامضي في طريقي وبعد كده التوفيق هيجي لي او عدمه. طيب مش العكس. مش يقول لك انا قمت من النوم انت قمت وانت بيجي لك الوحي. بس ممكن ما يكونش يا استاذ عبد المنعم ده كان السبب مثلا عند احمد فتحي. يعني ما كانش ممكن لا ما هو ده سبب. سبب مادي لكن برضه هو مادي. حق معلش برضه خليه بس يعني اقول وجهه نظر برضه اخرى. حق لاي حد ان هو يفكر قبل اتخاذ قرار معين ما فيهاش مشكله. هتقول لي ما ينفعش ان الاهلي يقول يا امير ما ينفعش اسمعني طيب بس ما ينفعش ان اللعيب يقول الاهلي لا استنوا بقى افكر وارد عليكم. طب ما هو ممكن يكون على فكره انا متفق معاك ثواني بس اكمل طيب كمل كلامك. ممكن يكون الاهلي قال له بص يا ابني ده عرضنا فكر ورد علينا بس المده اللي ترد فيها 48 ساعه. ايه المشكله في كده؟ انا لو لاعب في النادي الاهلي وتفكيري وبقالي 15 سنه في النادي الاهلي هجد على بياض. انا بكلمك عن نفسي بقى. ما هو بتختلف من واحد لصاحبك مش زي بعض. تمام طالما اخترت المال فلابد ان تتحمل التوابع والعقبات. اين احمد فتحي الان؟ انا شايف ان هو بيرقص على السلم. لا طال هنا ولا طال هنا. ونتمنى له التوفيق بالزبط. يعني ما حدش يتمنى ان احمد فتحي ما ينجحش في مسيرته. ما حدش قال كده. ما حدش قال كده. ولا على فكره طبعًا. احمد فتحي احد